يقول إذا دخلت المسجد في غير وقت صلاة وصليت تحية المسجد ثم خرجت لحاجة أو بدون حاجة وعدت، هل علي إعادة تحية المسجد؟ إذا كنت خرجت بنية الرجوع لحاجة أو لوضوء تنوي الرجوع فلا تكرر تحية المسجد، تكفي الأولى لأنك في حكم الجالس في المسجد. أما إذا خرجت ما تنوي العودة لكن بدالك أنك تعود فتأتي بتحية المسجد مرة ثانية، لأن هذا دخول مستقل عن الأول.